الشاعر إبراهيم يحيى عبد الله الطيلمي من محافظة دمار. قصيدتي بعنوان من هما. اثنان تحت الماء شبهما الظما، أبصرت حولهما أباريق الدمى تهفو إلى غرق، وأقسم أنها ما تيمت قلبا ولا اكتسحت فما، تهذي بشهقتها تكلم نفسها لما أبى المجنون أن يتكلم. لما سألت السراب حقيقة ربحت خسارتها وقالت ربما، اثنان روحهما اتضاح واحد وصباهما في كل عين قد نما، يتقاسمان الشوق كل دقيقة ويعانقان الضوء حين يراهما، يتبادلان تحية بتحية ويهندمان هواهما بهواهما، يتوجهان إلى اللقاء كما التقى، لهما انتصار في الحروب عليهما، يتسلقان المستحيل بخفة، وأرى التشابه قد تجسد فيهما، يتنافسان على البزوغ بقوة، وإليهما صار التهرب منهما، قلقان فوق النار حيان ارتدى، فحواهما الشجن الذي ما استسلم، معناهما ذاك الذي في عمقه جشع شهيته التلذذ بالعمى، نهم يدك العقل دون روية كي يحضن الغيم المبعثر في السماء، ولهن بلا كيفية معلومة يأبى بأن يخبو وأن يتحطما، عجبان راح المكر يسأل قائلا، أمتيم يقتال فيه متيما، أمعذب يشوي غياب معذب في المهد، كم شربت مدامعه دما، لم يعتصر نهدا غريبا متعبا ما ارتج إلا كي يصير الملهما، لم ينتظر أحدا وقد شاهدته في الليل ينتظر الحصى والأنجما، كم أرغم الكلمات أن تأتي إلى مرضاته كي لا تئن وتظلما، كم دار حول فراغه متسائلا، يا بحر أخبرني بربك من هما، يا بحر أخبرني بربك من هما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.